يا شرفاء العالم، شوفوا أوضاعنا نحن بسوريا، الأهالي المزارعين أصحاب الأراضي، لا عم نقدر نحصد أراضينا، لا عم نقدر نقرب على أشجارنا نعتني فيها لأنهم بلشوا يشلعوها. اليوم 250 شجرة بقرية معرشورين شلعوها جنب الحاجز الشمالي على الاستراد، ما تركوا مصدر رزق لأي إنسان ولا لأي عائلة فيها الضيعة. أي إنسان بيطلع يتجول بالأراضي القناص مستهدفه في أي لحظة. الدبابات والرشاشات عم تطلق نار بكثافة علينا في كل مكان من أماكن الأراضي المطلة عليهم، حتى رعيان الغنم ولد عنا بالضيعة راح عبيرع الغنم، اجوا قتلوه لأنه عبيرع الغنم بمنطقة مقابلة للحاجز الشمالي.